صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله، والله أمن من لجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم. يا شباب العقيدة، هاي القصيدة اللي جاي أقراها لخدمتكم هاي من روائع القصائد اللي كادت أن تكون محفوظة عند رواد المجالس لاحترامها، وإلها نكهة خاصة في محرم. وأريد منكم تتوجهون لمفرداتها، وإن شاء الله ترسخ في أذهانكم. اسمعوها بدقة، شوف الذوق قد الشاعر رحم الله سيد جعفر الحلي. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا. ليش سهران يا سيد؟ قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. ما خلت أن الدهر من عاداته. شو يسوي الزمان؟ تروى الكلاب به ويضم الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. هذا البيت سوى نقرأ، وشوف استعدادكم وأعود عليكم. خرج الحسين من المدينة خائفا، كخروج موسى خائفا، يا ماجورين ماجورين. يتكتموا. ما اسمعكم. خرج الحسين
خائفة كخروج موسى خائفة يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم فمضى تهم به العراق نجائب مثل النعام به تخب وترسم يا شباب العقيدة على لسان إمامكم وينك يا بن فايز قال حجي معه بالحاج حجي يوم عاشو جسم الكعبة والحجار نحر المنحو والله لو يقرأ الماتم يصير هيجان آخر بس مو كلها تصيح حجي معه بالحاج حجي يوم جسم الكعبة والحجار نحر المنحو حجر النبي إسماعيل ذبح ابن المبروك حشري ونشري في طفوف الغاضرية وإماما عندي ضحايا ما أحد ضحى مثله عندي ضحايا بكربلة شبان كلهم الأرض ترجف والسماء تبكي لجلهم ذول التعاينهم ضحايا الغاضري على راسي يا أبو علي أطفالك مولانا يقودوننا أطفالك نتشرف بيهم يا أبو علي ذول أسبع يا محمد والأضاحي فرسان حربي بالحريب وهم سلاحي وابقى أنا كالطير متكسرة جناحي من غير ناصر في طفوف الغاضر يلا يلا وعلى حسين واحد ماجورين فيها أهر واليوم حجي سبعة أشواط فيها المر والمعركة والصف الفسطاط وانا الكعبة والحجر وانا المحتاط وما مبيت في مناف الغاضري وما مفيض الحاج شيل الحرم للشام وما الدعاء والتلبية ضجة الأيتام فوق الهزل تنعى ودمع العين سجاب ضيعتني يا حسين برض الغاض قال له مصر يا أبو على الروحة رافقتك السلامة يا مولاي لكن سيدي خلي بس هاي أعظم بيتين أرد أقراهن الليلة ليكم ها مولاي أنت غالي علي وأخويا وتاج راسي أبا أعرف أخبارك شنو العلامة بيني وبينك قال له وان كان عاينت الفضاء من خطف لونه يعني أخوك حسين مرمي ويذبحونه وان كان غاب النور عندك في المدينة قول الشمر يا أخوي متربع علي أين الصارخون حسين ولي ولي ها
هذا لعمواتكم أقرأ. قال لو إن كان شفت الكون متبدل بحمرة وياي وياي, وإن كان شفت الكون متبدل بحمرة, قول الشهيد حسين داس الشمر صدره, قول الشهيد حسين حز الشمر. تاوش حال زينب قالت افتار وحدي بالليل, ويهوى وحدك بتعلي غمه من زمان, افتار وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة, لقيتك عثر نايم واقول ان هو مو هو. خادمك على امرك افتار وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة, لقيتك عثر نايم واقول ان هو مو هو. ايش عند الشمر وياي هيك من حرك سوى, وهو على زينب يا اخوي حسين, وهو اين الصارخون حسين. لكن ما الامر لله والعاقبه للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العلي العظيم. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. للكلام صلة من ليلة البارحة, ظلا بعض المفردات كان لزاما علي أن أقولها بس خدانا الوقت, لأن إحنا عايشين في مدرسة الآل سلام الله عليهم. إش قد هذا أكرم الله محضركم الكذب ذمت الشريعة الإسلامية ومنعت حتى المزاح فيه, ولكن شخصية الإنسان شكثر غالية على الله اللي حتى إذا واحد من عندنا راد يصلح بين الآخرين جاز له الكذب. لأنه أخواني الدين كثير من الناس يتصورون بكثرة الصلاة, صلاة مريودة, ولكن الله يقول كلها ما بها خير, سوالفكم إذا ما تقترن بثلاث أشياء. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فللسعي بين إصلاح ذات البين لك أن مو إلا تنقل حكاية ذاك المخثوث من عنده وتجي وتحطها بدانة, طبعا أخو راح تتأزم الأمور. هنا إلك أن تنقل لخبر كاذب حتى تصلحه. وفقنا الله وإياكم لكل خير يرتضيه إن شاء الله تعالى. ترى إحنا في مدرسة سيد الشهداء أرواحنا فداه, وعدنا حسين مو عد غيرنا, لأن الحسين اللي أنا وأنت نعظمه غيرنا ما يعظمه طبعا براحته, هذا اللي هو توصل إليه, بس خاف يحب يسمع عقيدتنا فليسمع. إذا عندك ناس مقدمهم على سيد الشهداء ألف لا بأس عليك, ولكن إحنا أتباع علي وأولاده من العرش إلى تخوم الأرض ومن آدم إلى آخر مولود
لا يعلو على آل محمد شيء. هاي عقيدتنا. أنت مختار حر بكيفك، لكن ودي أوجه لك من هذا المنبر الإصلاحي نتيجة، عفوا نصيحة، وهي أخوي المسلم أعد النظر فيما تقوله عن آل رسول الله، خصوصا آل العباء، لا تدنى لهم، لأن ذولا الله رفع مقامهم. مش أنت لو تجتمع الدنيا كلها على محوهم ما تستطيع، هم نور الله، نور الله ما يطفى. بهاي الأمور أنت تهتك، ويوم القيامة لك وقفة طويلة عند رب العالمين. شوف أنت عالم، فكلامك ونبرة كلامك مقرضة مبغضة. الله يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. حتى من يسولف تدري هذا نبرته مبغض. فأرجوك يعني أنت مكرس وقتك وجاي تحضر محاضرات، الله إن شاء الله يهدينا وإياك، للدفاع عن قتلة الحسين. أسألك سؤال واحد، أنا ضال بي هلس والله ما أدري شنو جوابه. يعني أنت لما تريد تبرر وتترحم على يزيد أنا يغيظني، لكن أكثر يغيظ رسول الله. فسؤالي إلك، أنت لما تترحم على يزيد، سؤال إلك، لو يحضر رسول الله يوم عاشر ويشوف شمر صاعد على صدر الحسين يقول له عاشت إيدك؟ لا بالله عليكم، ها مو كل واحد يشك زيجة ويلطم يمه لما ما يموت؟ ولك تترضى على قاتل الحسين؟ الحسين الذي أجمعت الأمة الإسلامية عليه سيد في الجنة، يا عندك فحل وشبير وما ينطاق، آدم فمن دونه سيدهم في الجنة الحسين. اللهم صل على إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء، يجي أبو سيد الحسين يتشرف سيد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شنو هاي النبرة المبغضة على آل رسول الله؟ يغيظ النبي هذا الحكي. ثم إذا أنت تريد تخطئ الحسين روحي له الفداء. خلي أعيد لك فرد كلمة يمكن ما واصلة إليك. الله عليك يا المسلم، ذاك اللي النبي قال له أنت ريحانتي وأنت مني وأنت سيد شباب أهل الجنة وأنت سبط من الأصباط وأنت إمام، قمت أو قعدت، أو هل هذا بهذه الأوصاف يكون مثير فتنة بين المسلمين؟ أعد النظر، هذا كلام خطير جاي تحكي أنت يا مسلم. ثم إحنا هذا مجلسنا اللي نقيمه عندنا هدف من عنده، وهدفنا رضا الله. والله مو عواطف يا شباب، دين، دين محبة لا بل من أبرز مقومات الدين. منين جبتها؟ اسمعوا مني، الأنبياء اللي سبقوا إجاوا كلهم قالوا إن أجري إلا على الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لكن النبي هاي أتعابه والدين اللي جابه واللي الله رضى علينا بهذا الدين ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لا مو تعوفهم هيجي، اخذ منهم أجر على الدين، لكن الأجر مش مادي، معنوي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. يعني إذا جنابك قاعد إجار في الدين تتعبد بطقوس الدين كون تنطي الأجر مال الدين، إذا ما انطيت أجر الدين وهو المودة في القربة هاي أعمالك كلها تنسف نسف. نعم هسه تعال حتى نحن منصفين، روح فر الدنيا كلها ماكو واحد يقول لك أنا أكره الحسين، كلها تقول نحبه، لكن نتحدى هل واحد يحب الحسين مثل محبتنا؟ مو هاي المودة إلها طقوس. شلون الصلاة؟ احنا عندنا اعظم شيء في امور ديننا في اصول وفروع الدين هي ولاية آل رسول الله صلى الله عليهم اجمعين، ما يعلو عليهم شيء. فاذا الصلاة والصيام هل قد الهن
بل مسائل وفروع يترتب عليها واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات. عرفتوا شاش حال ولاية آل رسول الله؟ شقد يترتب عليها أمور، منها هذا المجلس والبذل والسعي والمشي والسواد والحداد وإظهار المحبة، وكل مقصرين معاهم. نسأل الله بحبنا لآل رسول الله أن يمطر علينا خيراته وبركاته إن شاء الله، وأن لا يفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين، إنه سميع الدعاء. المجلس أيضا البارحة اللي تكلمت فيه، بعض من أخواني الشباب الله يعزهم إن شاء الله ووفقهم، يمكن في كلمات فهموها غلط، يمكن سمعوهم البعض غلط، أنه ترى الله مو إرهاب، الله وايد حلو. بس مع الأسف بعض المسلمين ودعاة المسلمين بيّنوا الله إرهابي، إيه بتشلمه ويعذبك وتجيك حية بقبرك تنام عليك طول بطول وعقرب يفكك وتجيك آفة، شنو هاي؟ هذا مو الله. الله اللي خلانا نتعبد بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من هو هذا الرحمن الرحيم؟ هاي أوصاف رب العالمين. فالله ما جاي حتى ينتقم مني ومنك، الله خلقنا حتى ينعمنا، الله أرأف بينا من أنفسنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. أنت شنو شغلتك بالدين تكره الناس؟ الله هم عبيدك لو عبيد الله، أنت عليك نفسك. الناس إذا أذنبوا بس جاب الله ومد إيده إلى والله الله يغفر. واسمعوا هالقصة مني، هاي لإخواني الشباب ولكم جميعا إن شاء الله. فرد ولد أذنب إجا لنبي من أنبياء بني إسرائيل، قال لي عمي ما تتوسط لعد الله يغفر لي ويسامحني؟ قال لي ما يخالف. دعا قال له روح الله سامحك، مشكور مشى. ورا أسبوعين إجا له، والله من فضلك بعد إبليس موجود وخدعني مرة ثانية، ما تقول لي سامحني؟ هالمرة غير وجهه عليه، لا لا تسويها بعد، يلا راجد راح أقول له حشو يا الله سامحك. ورا أسبوعين جاله، والله عم إبليس ما فكني، لا زال المرة قال أروح بعد ما سامحك، أنا استحق الله. فظل يلح علي الظاهر وذاك يرده ما عنده شارة. قال شوف هسه أنت رديتني وتقول لي الله ما يسامحك، يعني سواء أذنبت لو أحسنت أنا معذب. روح قل الله هسه أذنب وبعد شوية أذنب وباكر أذنب، حد ما أنا عدل شو ما يسوي خي يسوي. وإذا رب العالمين ودى لملك قال للملك للنبي، قال له سلمني على هالخير، قل له لا يوازيني، وهو يذنب وأنا أغفر، بالله نشوف منو يتعب ويمل. رب العالمين يغفر أيها الأحبة، بالك تخلي واحد يأيس من الله. ترى أكبر ذنب من الذنوب الكبائر اليأس من رحمة الله، مو تيأس من رحمة الله. لا تنخدع بأعمالك الزينة ولا تتكاسل من أعمالك أكرمك الله المو زينة. يمكن تجي يوم القيامة عندك عمل واحد يرضى عليه الله يسامحك بكل شيء، ويمكن يجي واحد عنده أعمال حسنات الثقلين الله يرفضه لكون عنده سيئة ما أجبت رب العالمين. غفر الله لي ولكم إن شاء الله. ثم الله يقول وإني لغفار. شوفوا عدنا غافر وعدنا غفور وعدنا غفار. الله غفار فضلا عن غافر وغفور، وإن يعني كل لحظة يغفر. وإني لغفار. يا شباب العقيدة، الحسين مو للصلحاء، أولا للمذنبين. الحسين طلع مصلح، مو كن نشرد الوادم، مشرك كافر بجهنم، من أنت مخول أنت؟ هذا اللي جاي يتعلم من الناس، هذا إرهاب مو دين. الدين اللي علمنا رسول الله. طلع سفر، واحد من أصحاب النبي شال عش مال حمام
خلاه حدر ردانه بفراخ وقطعه ومسافه. الام تبعت العشمه لفراخها مسافه طويله تقوم وتحط قدامهم وتصيح. النبي عرف التفت قال منو شايل فراخها؟ قال له انا مولاي. قال له رجع خليه محله مكان اخو نبي الرحمه هذا. بعدين النبي قال شفتوا هاي اللي ما تعرف السولف، الله شلون اودع في قلبها الصغير رحمه ومحبه لفراخها، الله عليكم ارأف من هذه على اولادها. الله يحبكم. شنو الله يتونس يدبني بجهنم؟ الله خلقني حتى ينعمني، حتى اشوف رحمته، حتى اشوف جنته، مو يذبني بجهنم. والحسين خرج مصلحا، مو يسوي احزاب وفرق، لا الحسين للكل لح يدعي الملكية، لكن أولى واحد بالحسين اللي يتبع نهج الحسين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فهالليلة بديت بهالآية أيضا في سياق مجلسنا الذي بدأته أول ليلة تحت عنوان الأمراض الأخلاقية، وهو أكل الحرام، أعاذنا الله وإياكم. أكل الحرام نهى عنه القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. درهم واحد، درهم واحد إذا أكلت من آخر سواء كان مغصوب، خادعة، مقشمرة، غالبة، قاهرة، سارقة، يوم القيامة الله يوقفك، لأن هاي أشياء شخصية لا تدناها، لا تدنى لحقوق الناس. كانت الناس قبل الإسلام عند السطوة والسرقة مهنة يمتاز بها، ولكن إجا الإسلام هذبنا، قال لا المسلم محقون دمه ماله عرضه. شنو اللي مقيدك أنت ما يخليك؟ لا يخليني أقتلك ولا تقتلني، لا تسرقني ولا سرقك، الدين. شوف شو يقول أمير المؤمنين: العالم حديقة، حديقة هيك يمثلنا احنا ورود، العالم حديقة، وهاي الورود إذا ما يسيجونها تنداس تروح. شنو اللي مسيج هاي الورود؟ وسياجها الشريعة، الدين، الدين مسيج هاي الورود. والشريعة شنو؟ الشريعة سلطان تجب له الطاعة، والطاعة سياسة يقوم بها الملك، والملك راع يعضده الجيش، والجيش أعوان يكفلهم الرزق، والرزق مال تأتي به الرعية، والرعية سواد يستعبدهم العدل، فالعدل أساس الملك. فنك تجيب لي بالدنيا هيك يعرف يسولف واحد مثل علي بن أبي طالب، ما تلقى أرواحنا فداه، سيد البلغاء. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: فضلا عن أن تقرون تراجم الناس حتى تتبعونهم، اقروا أقوالهم، شوفوا منو أحسن، فبشر عبادي الذين يستمعون القول. ما تحجون الآية فيتبعون أحسنه، إذا سمعوا القول وتبعوا الأحسن، الله يقول أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. هذا اللي يفتهم، ها صاحب اللب، صاحب العقل. الآية اللي بديت بيها بيها تشريعين، وهاي هم الإخوان يسمعونها. 13 سنة في مكة القرآن من كان ينزل؟ ينزل للعقيدة، ملتفتين؟ لكن 10 سنوات في المدينة ك
كان ينزل للتشريع، واضح؟ فهاي التشريعات في سورة النساء اجت اول ما نهت عن اكل الحرام اللي الان راح احكي عنه باذن الله، وختمها ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. النهي عن قتل النفس، من اللي يقتل نفسه؟ ذاك اللي تتقطع بالسبل. اذا ما عندك ام ولا عندك ابو ولا عندك جاه ولا عندك فلوس، خو عندك الله، ها؟ اليس الله بكاف عبده؟ لو مو كافي الله، اذا واحد عند الله مو يقتل نفسه، ما يفكر بان يقتل نفسه. انا متعجب على المسلم انه كيف ينسب الى رسول الله راد ينتحر، شلون يصير؟ انا ما اسويها، انا ما اصير نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تصب علي مصايب الدنيا ما افكر اقتل روحي. هسه خاف ما تقبلني، وادري بك ما تقبلني، ذاك البعيد. خو عندك النبي افضل من موسى عليه السلام. لما ما تبعوا قوم فرعون جماعة بني إسرائيل، قدامهم البحر وراهم فرعون، إيش قالوا بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون، شردنا من الموت وهذا موت. لكن موسى إيش قال لهم؟ كلا إن معي ربي سيهديني، الله موجود، فما بالك برسول الله؟ ما يخالف، حتى لو رواها مليار مسلم نرفضها لأن مخالفة للقرآن. شلون يصير النبي يريد يقتل روحه يا مسلم؟ وهاي راح تشوفونها تبث عبر بلي وسائل التواصل، خصوصا في أيام ولادة النبي، ولد يتيما وعاش فقيرا وما أدري شنو، ومن ضمنها وأراد أن ينتحر. لا يا أخي، والله هذا مو رسول الله. رسول الله هو بعد ما جاي لعالم الدنيا في عالم الذر، ماكو نبي بعث إلا وخذ من عند الله أقرار للإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شنو هالتطاول على شخصية المصطفى؟ هذا كلام ينافي القرآن. ما يمكن أن تقنعني أن النبي يريد ينتحر. ذاك اللي تتقطع فيه السبل ما عند الله، قلها ما تلقى واحد ما عند الله يقتل روحه. فنهى الله عن قتل النفس، هذا تفسير واحد لقتل النفس. الثاني شنو؟ ولا تقتلوا أنفسكم. شنو أنفسكم؟ يعني أنا لا أقتلك. ليش خويا لا أقتلك؟ لأنه الدين فرض علي، إذا قتلتك ايش راح يصير فيي أنا؟ قصاص، هم أقتل. فالله يقول لا تجرع على قتل الناس حتى أنت هم تقتل، لا تقتلوا أنفسكم. ليش أمرنا إذا دخلنا بعضنا على بعض أن نسلم؟ إذا قلت سلام عليكم ورديت علي سلام عليكم، يعني خذ راحتك أنت بأمان، نام اقعد اغفل، ما لنا غرض بيك. مو تسلم وبعدين تقدر، ما يصير. مو واحد يكون يلتفت إلى معنى الدين. الدين شريعة تجب له الطاعة. والله لو مشينا على هذا الطريق، لا مو كل الطريق، شوية من الدين لو ناخذه لكان عشنا على جنان في الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعود إلى بداية الآية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوفوا الملتزمين لما نزلت هاي الآية خافوا، حتى ظلوا الوادم بالعزيمة ما يرحون،
للعزيمة إذا عزموهم ما يروحون. إلا أن رب العالمين قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. إلى نهاية الآية خافت خوني الذاكرة. يقولون مو بهالتشديد هذا، إحنا نريدكم لا يصير تطاول، لا تعتدي على حق الآخرين. وإحنا قبل من كنا أطفال من كانوا يخوفوننا فلان حرامي، حسبان نكرمكم الله الحرامي منقب ويها يخوف، شو الآن كبرنا كرم الله محضركم شفنا الحرامية يعني شي بلباس الدين وشي مولانا قاعدين بالمجلس كرمكم الله وشي بالمسجد وتي يعني خوفون. والمريود من عدنا أن نكون واقعيين. خوش حضرتني قصة حلوة، يقولون فرد طيرة جت بزمن النبي سليمان تشرب ماي من بركة عطشانة، شافت هاي البركة يمها ناس أطفال، قالت ذولا خاف يضربوني ما عليهم اعتماد خلا أوفهم. راحت ورا ساعجت ما شافت الأطفال، بس لقيت واحد قاعد يمل، قالت هذا ما يطقني هذا خير، أجت تشرب ماي شالة صخرة وصابها ودر عينها. راحت السليمان النبي قالت لفلان طقني مملكة سليمان ودر ايش ما طقيتها ما عنده جواب. قال له حكمت عليك المحكمة نشلع عينك. قالت له مولاي الأقرب للعدالة مو تشلع عينه، أنا ما أذتني، هذا كون زي اللحيتة والذبب الشارع خدعتني لحيتة. فالله يقول سيروا بالمجتمع واقعيين، أنتوا لا تخدعون الناس، لا تخدع الناس. يجيني دايني ما يخالف، هذا عارفه خير وملتزم، هاك عافني أنا بصير عدوي شابع شلون الحرمنة، بس يطفروا يبوق يسمونه حرامي، هاي ياخذنا بعرفه حطنا بجيبه ويغلس. لا مو بس يغثني وانما يقطع سبيل المعروف. بالله عليك اذا داينت لك واحد وتشوك ما انطاك اياهن بعد من يجيك ثاني تنطي فلوس، هذا يقطع سبيل المعروف حرام. هذا لعب القمار، خوش صحبان ذول اثنين صدقان، شنو من صدقان اذا هو يعين جيبك وبده يكون ياخذ حتى هدومك العليك بالقمار، شنو من صداقة هاي؟ حرام. الرشوة اللي يسمونها في بلاد المسلمين هدية. جاء واحد للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول عنه هو الأمير، يقول وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها. جايب لنا جدر، الجدر بفستق وحلاوة ولوز وعسل حلو، عينيت له ما شفته بذاك الجمال واللذة، كأنها عجنت بريق حية كأنه سم. قلت له شنو هذا؟ صدقة؟ زكاة؟ صلة؟ شنو أعود لك أنا؟ شنو جايب لي؟ قال لي لا هذا ولا ذاك، هذه هدية. هدية ولك تجيب رشوة وتسميها هدية وتتخدعني بيها بهاي اللقمة؟ مو هاي، والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة. هلا بيك يا أبا الحسن، نملة ينطوني الدنيا كلها أن أأذيها ما فعلت. يقول لا أنا رشوة ما أسبح، ما أخذ رشوة. قال له هاي للعيال هدية، إيه بها ما يخالف لقفها، نكذب على أنفسنا على الله ما نكذب. يقول أمير المؤمن أفا بهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أولياء جنة نعمون بيها وتمرحون وتسرحون وتسولفون وفاكهين؟ نخدع أنفسنا بالدنيا، لا يخدع الله عن جنته. انتوا تدرون ليش الناس اليوم
تقبلوا كثير من المحرمات ها أخويا وما تعبت عيني. يقول ما كان في ماضي الزمان للناس في هذا الزمان مباحوا. شلون أباحوها اليوم؟ قال صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم، صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم، فتعدد التمييز والإصلاح. الفتك فن والخداع سياسة والكذب لطف والرياء صلاح، والعري ظرف والفساد تمدن، وغنى اللصوص براعة ونجاح. أكرمك هو حرامي يبوق الوادم يقول هذا والله ذكي برع هذا. وفي شيء مبتلين بي يا أيها الذين آمنوا، لا، إن الذين يأكلون الربا، الربا خاف تغيب على بعض أخواني الشباب، يعني واحد ينطي له 1000 دينار رأس المال ثابت ويقول له فلوسي عندك وتعطيني عليهم بالشهر مثلا 300 دينار، شوف الله شو يقول عنها. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فله ما سلف، ومن عاد اللي مصر، شوف الله شو يقول، هذا حكم الله، اللي مصر على الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عجبك؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تريد تكثر أموالك؟ بالله شوف ثقافة الصدقة، هاي الصدقة والله مع الأسف أنا عندي ثقة بالبنك أكثر من الله. يجي واحد لمولانا الإمام الرضا أرواحه نافده يقول أريد أتزوج، قال أعطي صدقة. أريد خلفه، قال أعطي صدقة. قال له عندي 10 أولاد كلهم مرضى، قال أعطي صدقة. يا أخي هاي الصدقة تغير نظام العالم كله، كأنه الميت في قبره ذا خلوه أول كلمة يقول الله ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب شو يسوي؟ فإذا صار عندكم مشكلة بادر بالصدقة. تبناك تتكاثر الأموال بالربا، اسمع الله شو يقول. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. زين إذا ما يزنى، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أخذ سلاحك روح حارب الله. أرد توب، قال هيك ماكو توبة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إيش قد ماخذ على 1000 2000 ترد 2000 مالت الوادم وتحط 1000 بجيبك، هالنوب تستغفر، مو تاكل 3000 واستغفر الله، ما يغفر لك الله. نعم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. والله هذه الأمور التي ابتلي بها الناس أراد علاجها سيد الشهداء مصلح، وذول اللي طلعوا لحرب سيد الشهداء ووقفوا في وجهه وقفة رجل واحد، ذول كلهم كانوا يأكلون حرام، حتى كلام سيد الشهداء ما أثر فيهم. قالت له زينب أرواحنا فداها، قالت له سيدي أبو علي ما وعظتهم؟ قال بلى بس ما يفيد، هؤلاء قوم ملئت بطونهم من الحرام واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وارد أقول لك يا أخوي الإنسان أعرف بنفسه، الله يقول بل الإنسان على نفسه
بصيرة. إذا أكرمك الله تخدع لك واحد تأخذ لك دينار زيادة، والله راح تحط فوقه 10 وتتلفهن تلاف، لو سلعة تخرب في بيتك، لو عيالك تتمرد. فمولانا خلي معاملتك ويا الله حتى الله يجعل فيك البركة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أكل درهم بلي من حرام منع أو حجب دعاؤه 40 يوما. درهم ربا، درهم حرام. هذا اللي راد إصلاحه، خليك نزيه بمكاسبك. شو يقول أمير المؤمنين؟ عيني أنتم، هاي آخر كلمة أقولها رجاء أخواني الشباب. يقول: وما اشتبه عليك علمه فالفضه. شيء ما دريت بيه حلال لو حرام اتركه، حتى شبهة لا تاكل، حتى تجي يوم القيامة الرب العالمين: يا أخي العمر ساعة اقضي طاعة، خلي نونس انفسنا، خلي نقول نعيش 100 سنة. هل 100 سنة 50 منها يروح نوم ليل، ظل 50، نص النص تروح غفلة ودوام وأتعاب، ظل 25 سنة. هاي إذا نعيش 100، بالله عليك 25 سنة تسوى واحد هيك يحطم آخرته؟ وإحنا عندنا سيد الشهداء، نبشر برحمة الله التي تجسدت في آل محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا خرج أبو عبد الله لإصلاح هذه الأمة من الزيف الذي ورد في الدين. الحسين عليه السلام لا يعمل بالظن، أنا وأنت يمكن نظن يصير ما يصير، الحسين يعلم علم اليقين. لذا لما طلع من المدينة هو رايح يموت، لكن شنو؟ اجل مكة. ليش اختار مكة وقعد بيها قرابة 130 يوم؟ اتاني القيامة الصغرى، تجمع الناس، تجمع الناس، اغتنم فرصة، طاب الوادم لابس حرام وابو علي طالع، لو شخصية عادية طالعة كان ما اهتموا لها، ولكن ابن رسول هو الحج، هو الدين، هو الإسلام طالع. فتطاولت الأعناق للنظر إلى سيد الشهداء، وين رايح يا أبو علي؟ زين وقف الإمام على ربوة والناس كلها تسمعه، المفروض يحكي لهم عن مناسك الحاج، عن منافع الحاج، وإذا بدأ أبو عبد الله خط الموت على ولد آدم، كأن أمرا يترقب الحسين. نعم الله عليك يا أبو علي، والله لو أن الحسين مات على فراشه في بيته لكان له نفس العظمة ونفس الجلالة، ولكن هذا العناء والمشقة اللي يتحملها إلي وإلك يا أخوي. بلي والله ممنونين منك يا سيد الشهداء، ومقصرين معك، وهذا البينة عليه، وهاي خدامك وهاي شيعتك. وجه لكم النداء، لا ضيعون ثورة سيد الشهداء. ما طلب من ذولاك اللي ما نطوا ماي نصرة، ألا من ناصر ينصرني؟ قال: أنتوا يا شباب العقيدة مهما تمكنتم خليكم على النهج الحسيني. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وقالهم كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. والي المدينة أرسل خلف الإمام ابن عباس ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر، بس الإمام مو واحد يجي يرجع عن قراره، بعد الأمر معهود، كل واحد جاوب بجواب. مثل ابن عباس عالم، قال له: وين رايح أبو علي؟ قال له: شاء الله يراني قتيلا.
أنا نفس الاحترام عند الله، لكن هاي الناس يردوا لهم ضحية لبقاء الدين. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. قال له زين سيدي واضح أنت، أنا مؤمن بيك، وين ماخذ النسوان؟ قال له شاء الله أن يراهن سبايا. يا مسلمين، زينب بنت علي بنت فاطمة فرخة المصطفى، سبوها من بلد إلى بلد. هاي غيرتنا احنا على رسول الله. انت حتى ما تستنكر، واحنا مولانا عدنا زينب أغلى من أعراضنا ونواميسنا بنت علي هاي، وعدنا حرقة بقلبنا على زينب ما تنتهي اليوم والدين، لأن هي هم ماتت بحسرة. ما أدري بعد هي، يلا كافي إجا المجلس، خل أقرب بيت واحد حتى أكمل بس وياي. تدرون شلون ماتت بحسرة وحرقة على أخوانها؟ ها هم سألتوا زينب، زينب اللي ماتت بأرض العدو غريبة، منو غسلها؟ منو كفنها؟ تحاكي ابن عمها عبد الله بن جعفر تقول شحال أهل أبو حمد كلها تقرأ الليلة، من عقب موتي يا ابن عمي جهزوني وبراية العباس خي شفنوني وبتربة حسين الشفية حنطوني، إن كان جبتوها من أرض الغاضرية. هاي خدامك زينب وطلعت ضعينة سيد الشهداء محمد بن الحنفية، قال له في داعة الله يا حمل خايف يا صنديد، قل لي يا أبو السجاد وين تعيد العيد؟ وين رايح؟ هذا محمد عنده ولاء أشد وأكبر، يعرف شي حاجي. قال له رأيت رؤيا، شفت جدي رسول الله، ويقول لي اذهب إلى أرض مصرعك ومدفنك. عاد قال له يا أبو علي شو وقت تجينا أخبارك؟ قال له إن كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انذبحنا تجيك بس نسوى ويتام، بيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواكي كل متري، ولي طلعت عباسي حادي والزمل ضج لاهل. شوف الماتم أخذ عطاء، إذا تخلي التعبس علي ما نتوفق. أنا أدري لا تخليني كل ساعة أقول لك أخوي شيل أبيات وياي، كل ساعة عباس نزل محمل الحر يعى صدل الحسين وناشد، خويا اش نزلتك بالف؟ قال له يا خويا نزلتي تدري بخيت نمد، وياي وياي ما تحمل الذل والهضو، فطنت على العزو العول. ثلاث مرات حاج ابو فاضل ريتك يا عباس تحظى. اخويا
يوم طلعت منكر الكم الكم ريتك إيه؟ يوم يوم ما تحكون ويانا ريتك ريت شلون طلعت تصيح تبعتك على ريحة الخوة الخوة وعفتني يا خويا بقاع شلوة لا تقول ما عندك امروة ولا تقول ضيعتي وياي وياي والله لا تقول ضيعتي ضيعتي الأخو شوار رايحة قالت أنا ماشي يا حسين أقولها يا المعزين من رخصتكم قوة ما تدري الشمر بيه اش سوى يا زينب قالت ساطة غلمتوني أويلي أويلي صحت اخ هذا البيت يطلع دموع مخت واعوذ بالله من عين لا تبكي على الحسين تقل له اختك يا اخويا واشرح عليك انت حاكي العباس اختك يا اخويا واشرح عليك وادرب حميتك ما تخليك وادريك سهم العين ما ذيك ابو فاضل انا لو اكشف متوني وراويك اين الصارخون حسين اويلي اويلي عتبته اختك وجيت وياك وانت اللي جبتني والاخت ما تنعاف عد منعف ومرت عليه اقرا هالبيتين واطلع بيكم للشام عندي كلمه توجع اللي بقولها ليكم بس شنو اخويا قلت لك اذا جنابك تتفاعل تاخذ اجرين قارئ ومستمع ومرت على العلقمي وشافت بطل نايم على العلقمي قالت لما ترد علي جواب يا ساقي العطاشة ترضى أخوك يموت مفتوت الحشاشة ترضى أخوك الرمل صاير له حال العزيز حسين مثل ما جرى حال عيني أنتم هالبيتين قروهن وبعدين ما تعبكم التعب خلى علي قالها قالها العتب يا اختي على العين وعلى الراس رغم العذر عتبي يا زينب على العبا بس لا تقول حسين ظل جثة فوق الترب مصروع لا تجنز ولا انشاء ولي ولي قالت اذا ما تحتمل تسمع بامره اش حال اللي شافت شمير متربع بصدره ثلث القلب شفته طلع من خرز ظهره اين الصارخون حسين خادمك بس ما ينعاد هذا البيت بس ما الامرك قالت اذا ما تحتمل تسمع بامره اش حال اللي شافت شمير متربع بصد ثلث القلب شفته طلع من خرز ظهره وغلى حسين وحزني يلا على حسين بعد بعد وعافته ومشت
مشات وأدخلوها إلى الشام. شوفوا الحرائر اللي موجودات كلهن بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، لكن يتحاشن أن يمرن بين رجال، لأن تربية زينب شو تقولون بزينب بنت علي من طببوها للشام وكلها طلعت زلمت عاين لها؟ زينب رادت تموت، تموت زينب. عقيل بن أبي طالب متزوج بالشام وعنده بنية، بنته متزوجة عندها ولد اسمه حسين، ورجع ذاك اليوم مبكر من درس القرآن. سألت أمه رجعت؟ قالها يمه لبسيني ملابس العيد. قالت له ماكو عيد. أي عيد هذا؟ قالها يزيد منتصر على سبايا وخوارج. قالت له ما يجوز، روح اسألهم ذولا إذا ما عندهم دين تعال بس ملابس العيد. وإجا وقف قبال زينب، يا مرة منين أنتم؟ قالت له وأنت من؟ قال أنا أمي تسولف وأسمع من الناس خوال حيود عندي ترفع الرأس وبيهم بطل اسمه العباس وزينب خالتي ست النساوي. وعدهم أخيت يوم بيهلها أبد ما عاينت بالشمس ظلها، مشتاقين أنا وأمي لأهلها للعباس وأكثر خالي لحسين. زلزل الماتم، والله للعباس وأكثر خالي لحسين. إخويا عرفت زينب، قالت لعند امك سلامي اخذ مني راس حسين والعباس ذني، وانا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما علي صوتك يا اخويا. انت زينب شايفين الطفل من يحصل خبر يريد يعلم، اجا يركض يقول رد للبيت اويلي رد للبيت ودموع تلالي تلالي ويصيح بصوت يا يمة تعالي. ويصيح بصوت يا يما تعالي أخبر أنك ترى المذبوح خالي، يا أخبر أنك ترى يا المذبوح خالي. إيش تحكي يا ولد؟ قال والله تقول مقتول حسين. طلعت الاخت تصيح هلا بضيفنا لو كان مذبوح. في ناس ما يبكون على سيد الشهداء، واعوذ بالله من عين لا تبكي عليك يا حسين، ويبكيك هالبيت ان شاء الله. وجت تلاقت ويا زينب، زينب وين خوانك؟ خلت يديها على راسها، يعني أنا أسيرة بعد ما عندي زلم وعينة الراس العباس. خويا تشاليش ضيعتوا أختكم؟ عاشوا عافية شيعة علي. هذا هو الولاء، هذا المصداق اللي يقول لا أسألكم عليه أجران. خويا تشالي اش ضيعتوا أختكم؟ أختكم يلي فرد يوم فقدتكم، حتى لو تعبتكم بعد عندي كلمات وأسألكم الدعاء. ولي وبعد هذا العز كله ردت زينب للمدينة، أخبار
واصلة للمدينة مشينا ما تريح الخاطر. دخلت زينب إلى دارها وجالها أخوها محمد. اي والله هذا البيت قد ما بيحنية يقطع القلب. اسمعوه، تلقت أبو جاسم محمد، خويا ما تقلي لي خويا ليش يا بنت الزهرة؟ قالت لا أنا عندي وفاء لأبي الفضل، عندي حكاية. تفضلي. تقل باسمك راح أقل لك من اليوم وفات، اعذرني يا شريدة هلي وخواني، طفتها على النهر كلمة الخوة وجيت يا محمد بعد حرمت على لساني. هاي ابو عيسى عوده، باسمك راح اقول لك من اليوم وفات، اعذرني يا شريدة هلي وخواني، قفتها على النهر كلمة الخوة وجيت يا محمد بعد حرمت على لساني. ليش حرمت؟ تقول مو معناها مو قدها يا ابو جاسم، لكن مثل عباس وين القى اخو ثاني. انا ما ادري اخواني الشبابي والله يتذوقون طور البحراني، وانا هم تعبت، بس بعد هاي بيتين مش الكم، لصاحب العصر والزمان. يستاهل مولانا ارواحنا فداه، انت المعزى سيدي وهاي خدامك وشيعتك. ولا صاحت اي محنة يا حسين عني شاغلتكم، ويانا ويانا، اي محنة يا حسين عني شاغلتكم، ما كنكم اخواني ولا كني غصبا علي يا رجالي فارقتكم، غصبا عليكم فارقي وغصبا علي. لا تقول عني سافرا شال الخواتي ولا القبر ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبار يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل. ثلاث مرات على حسين، يا الله يا الله، علي صوتك يا أخويا، حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا غرائب، يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. أصواتكم نعم الوجيه، اللهم بارك بأرزاقنا، استر على أعراضنا، حسن عواقبنا، اجعل البركة في أرزاقنا، أطل أعمارنا، ارحم أمواتنا. من أوصاني بالدعاء لقضاء حوائجه وشفاء مريضه ومرضاه ومرضه، من علينا بحق الحسين وبدم الحسين وبجاه الحسين، علينا بحسن إجابتك يا كريم، واجعل هذا البلد آمنا من كل سوء، واحفظ أهله وارزقهم من الخيرات، احفظ بلد الكويت وسائر بلاد المسلمين.
ونشكر ليلية القوات الأمنية لتفقدها المجالس واهتمامها بهالمجالس وحرصها، نسأل الله أن يكتب سلامتهم وسلامة عوائلهم. وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.